مرحبا، اهلا وسهلا فيكم بالحلقه الاولى من برنامجكم الجديد حبك بيجمعنا. انا وانت الهنا واحد، انا وانت وقت اللي بنفرح بنقول يا الله، وقت اللي بنحزن بنقول يا رب. انا وانت مصدرنا واحد هو الله. لما بدنا نرتاح بنسجد لله، ولما بدنا نحصل على شيء بنحبه بنرفع ايدينا للسماء وندعي ونطلب من الله. ولما منتوجع ومنتألم منقول يا رب خلصنا، ولما منتعب منقول يا الله ساعدنا. وقبل ما نبدأ بالأكل منذكر اسم الله، ولما منشبع منقول الحمد لله. أنا وإنت إلهنا واحد، وفي إشياء كتير بتجمعنا. نحن متشابه بعاداتنا وتقاليدنا، بأفراحنا وأعراسنا، بأتراحنا ومقاتلنا. أنا وإنت مثل بعضنا، ومنتفق بنظرتنا لأمور كتير بالحياة، وأهم شيء بيجمعنا هو حبنا لله. ومن هون إجا برنامجنا الجديد حبك بيجمعنا، ليسلط الضوء على أمور كتير تجمعنا كأبناء طوائف إسلامية ومسيحية. واليوم بالحلقة الأولى رح نحكي عن العادات والتقاليد المتبعة بالأفراح والأعراس عند مختلف الطوائف الموجودة بلبنان.